معنا عبر الهاتف العقيد ربيع القرشي الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة، مرحبا بك. حياك الله اخي الكريم، اهلا وسهلا. أهلا بك، ما مستجدات المعارك في جبهة الجوف؟ نعم اخي العزيز، منذ اسابيع هناك تصعيد عسكري للميليشيات الحوثية، قامت قبل ايام بشن هجمات متتالية على مواقع ابطال الجيش في جبهة الجدافر وعدوان شرق مركز محافظة الجوف، وكذلك هجمات متتالية وانتحار للمجاميع الميليشيات على محيط معسكر الخنجر. طيب، ما هي أبرز المواقع التي تم استعادتها مؤخرا من قبضة الميليشيا؟ نعم أخي العزيز، لا يوجد هناك أي تقدم للقوات الحكومية في هذه اليومين، وإنما صد تلك الحشود المتزججة بالأسلحة والعربات الحوثية، وهذا بمثابة النصر لأبطال الجيش الوطني، صد هذه الهجمات مع الهدوء والحذر الذي يسود جبهات مارب منذ أسبوع، إلا أن الميليشيات حولت هجماتها وأفرادها وحشودها على مواقع أبطال الجيش المحيطة بمعسكر الخنجر. طيب، في رأيك ما أهمية انطلاق المعركة من كل الجبهات لتخفيف الضغط على مأرب واستكمال استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا؟ نتمنى أخي الكريم أن يتم انطلاق عملية التحرير الواسعة من صعده والساحل الغربي وميدي وتعز والجوف ومارب حتى نستعيد اليمن الطاهر من أيدي هؤلاء الأذناب أحفاد حسن إيرلو الذي يديهم من العاصمة اليمنية العربية صنعاء. نريد أن نستعيد عاصمتنا، فالتفرق وتفاشتات، يجب أن يتوحد الكل تحت معركة استعادة الجمهورية والوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. نعم، العقيد ربيع القرشي الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة، شكرا جزيلا لك.